بسم الله. دخلت عند الصيدلية بنوتة جميلة في إيديها شوكولاتة. قالت لي أنا جاي أعزمك، خطوبتي كمان أسبوع بالتمام، شوف لي بقى حل للحبوب دي يا همام. قلت أولا ربنا يتمم بالخير، ثانيا اديني الشوكولاتة، ثالثا انت بقى جاية تعزميني ولا تسلميني؟ الأحباء الكرام، من النقاط الهامة جدا جدا واحنا بنتعامل مع حد الشباب، أولا احنا عندنا حاجات كده بنسميها نان فارماكولوجيكال، يعني حاجات من غير أدوية. شوية تعليمات كده نحاول نقولها لأي شخص عنده حب الشباب يعني يلتزم بيها. منها بقى تجنب الحاجات اللي هي ممكن الأكلات اللي ممكن تهيج البشرة، منها الشوكولاتة، عشان كده قلنا للأنسة ادينا الشوكولاتة، والأكلات الدهنية. والله لو الشخص بيقول ان هو لما بياكل شوكولاتة او أكلات دهنية الحبوب ما بتزيدش ولا حاجة، خلاص بلاش نحرمه، تمام كده. طيب الحاجة اللي بعد كده تجنب بقى ان هو يلعب في الحبوب دي، دي مشكله كبيره، خلاص معلش سيبها، انا عارف بتبقى قرفاك قوي بس بلاش، يعني سيبها كده خلاص. الحاجه اللي بعد كده تجنب الشمس على قدر المستطاع، اذا كان لازم يبقى معلش حط كده ايه صن بلوك، واقي شمس. الحاجه اللي بعد كده على قدر المستطاع بلاش تهيج البشره بصابون، بطبيعه الحال ممكن يهيج البشره اكتر ويهيج الحبوب دي اكتر، تمام. فلو ميه بس ماشي الحال، او يا سيدي صابون جليسرين، او يعني لو الدنيا مبشبشه شويه ممكن صابون كيو في او سيتافيل او اي حاجه زيه، تمام. طيب ليه بقى قلنا للانسه انت جايه تعزميني ولا تسلميني؟ لان اهم نقطه واحنا بنتعامل مع حب الشباب يا اخوانا ان الادويه بتاخد وقت. ده انا ازيدك من الشعر بيت، بعض الكريمات بطبيعة الحال أصلا هي ممكن تزود الحبوب في أول أسبوعين ثلاثة، يعني لو مثلا جاية وعندها 10 حبوب ممكن لو حطت كريمات بقى زي أكريتين أو أدبالين اللي هو دفرين أو ريتينيل، الحاجات ديت اللي مجموعة بنسميها كده تريتينوين، الحاجات ديت ممكن تزود الحبوب في أول أسبوعين ثلاثة، تمام كده. فهي لو واخده لو عندها 10 حبوب ممكن يبقى 20 30 في الاول، ساعتها ده ممكن تكسرك بقى، عشان كده احنا قلنا ايه، جايه تعزميني ولا تسلميني، مظبوط. طب ايه الحل؟ والله اذا امكن بقى معلش اي كريمات اساس يعني دار الحبوب ديت ماشي الحل لحد بس ما الدنيا تعدي، او اذا كان في امكانيه لتاجيل الخطوبه يبقى ماشي الحال، لان بنأكد الادويه بتاخد وقت في العلاج، تمام. ان شاء الله معاكم في التعليقات بامر الله، لا تنسوا اللايك والشير، نتقابل بامر الله في الفيديو القادم على خير. شكرا والسلام عليكم.